نحكيه على وسائل النقل. التونسي ولا يتذمر برشا من وسائل النقل كما الكيران والمتروت. لا، وسائل النقل هي ماهيش مسألة قضية جديدة. وسائل النقل يعني من أيامات الأولى الاستقلال إلى الآن المواطن التونسي ما زال يشكو من هذا القطاع، وهو قطاع ما زال معناها يشكو الكثير من النقائص، سواء على مستوى البنية التحتية، سواء على مستوى المعدات، سواء على مستوى يعني الموظفين والعمال. ولهذا نشوفه يعني قطاع مازال إلى الآن متشرذم إذا كان صح التعبير، يستحق لفتة معناها من السلط. وبطبيعة الحال السلطة ما هيش قادرة أنها معناها تصلح القطاع هذا نتيجة إشحاح الموارد ربما. يعني هذه مشكلة عويصة، معناها احنا نتمنى من السلط أنها تهتم بالقطاع هذا. وتعرف دولة إذا كان عندها قطاع النقل متخلف لن تتطور، لأن الدول يعني أول ما يساهم في تطورها هو النقل. أنت توا كيفاش تحب القطاعات الأخرى الكل تتحرك وتخدم وتنتج وقت للعامل مثلا يصل إلى المقر الشغل متاعه بعد ساعة، وأحيانا ما يتمكنش من الوصول لأن القطار مثلا يكون معطب، الحافلة تكون معطبة إلى آخره. هذه من الأسباب اللي ما هيش مليحة في وقتنا الحالي اللي المفروض احنا نتقدمه مش نتوخره، في عصر يعني معناها أصبحت التكنولوجيا فيه طاغية وأصبح معناها العالم يتقدم ونحن ما زلنا في مشكل. انت تو تشوف مثلا الصباح يعني المترو الخفيف أو القطار تشوفها زحمة، تشوف الناس يعني يتضاربوا بالبونية باش كل حد يوصل معناها يركب باش يوصل للشغل متاعه بكري. هذه من هذا قطاع يلزم إصلاح أو تجديد إن صح التعبير، يلزم يتجدد. ما نقعدوش احنا توا مثلا قطاع معناها وقع تصميمه معناها منذ مدة ما يتطورش، يلزم يتطور لأن كثير توا معناها مسالك وكثير معناها تنجم تقول مناطق تراجع فيها القطاع هذا. كي نرجعوا 10 سنين التالي نلقاو القطاع هذا متقدم أكثر من توا. كانش فيه زحمة كيما نشوفوها، ما كانش فيه نقص معدات، ما كانش فيه نقص خدامة. هذا هي مشكل عويص يلزم السلطة معناها تنظر له نظرة جدية وتحاول إصلاحه. السؤال الأخير باش نتفادوا الموضوع هذا، هل ترى أنه مثلا نغيروا في توقيت منظومة الشغل؟ بما أنه توا برشا من الناس يقول لك أنا نتعطل في خدمتي، نمشي 8 مثلا لازمني نقوم 6، علاش الإدارة تتولي ما عادش تخدم 8 تولي تخدم 10 مثلا باش تخلي وقت هذاك نتاع المواطن اللي يعيش في رادس ولا اللي يعيش في حمام لنف باش لازم يخلط بكري للخدمة نتاعو؟ هذه مسألة إدارية، يعني ما نجموش احنا توا. أنت تشوف مثلا في الشتاء 10 مازالت، شوف الصيف أنت 10 معناها قايلة، يعني قايلة مش لعبة. ولهذا مش التوقيت الشغل، توقيت الشغل إذا كان نحبوا احنا نجتهدوا فيه شوية نولوا نخدموا حصة واحدة مثلا من 8:30 متاع الصباح، وبطبيعة الحال نجموا نتصرفوا فيه حسب الفصول. ولكن حصة واحدة كيف تقول لي مثلا من الصباح الماضي ساعتين الماضي ساعة ونص على طول، ايه احنا ماناش خير من الدول الاخرى. تو في الشرق مثلا يخدموا حصه واحده، احنا نخدموا حصه الصباح وبعداش نقيلوا ساعه اصبح فيها نوع من الروتينيه. وحتى الموظف يعني يصبح وكانه يقع له ارق من العمل، فهمني، ما عادش يعطي الانتاج المطلوب. وقت يكون على حصه واحده يمكن العامل الموظف يكون عنده اكثر انتاج واكثر حيويه. العشية أنت كي تمشي الإدارات تحسها تقريب فارغة وناس ما الأغلبية، لأن فعلا يعني طريقة الصباح والعشية طريقة العمل الحصتين فيها نوع من الأرق والملل بصراحة. المواطن ما عنده حتى دخل، ديما المواطن هو الضحية في الحكاية كل، فهمتني، سيفته كل يوم متعطل على خدمته على برامجه على أموره بشقذيها كذا. ديما أنا بيدي توا أنا كنت في برشلونة تعذبت بجير مترو، يعني قسما بالله واحد كره روحه. يعني الحكاية هذه نحن بارابور على الدول الأخرين مازلنا متأخرين فيها بارشة، مش نصلح الوضعية. ورؤساء وجيت وكذا ومشيت وباقي نعانيه في نفس الموضوع. علاش؟ على خاطرنا ماناش منظمين. يلزمنا فهمتني نتعلموا حاجة اسمها نظام في التوقيت. واحد يمشي يخدم يعلم به ربي يلزمه يوصل 8
نحن في تونس يوصل 9 ساعات يوصل 10، فهمتي؟ ساعات اكثر، هذا في صوره ما سلكة يعني نحكي لك. يعني مازلت عنا مشكله في النظام، في التوقيت، فهمتي؟ ما نحترموش الوقت نحن في تونس برجولي. وكي تجي تشوف الاسباب تلقاها فهمت مربوطه ببعضها، وزاره النقل ماهيش موفره فهمت المستلزمات الكل باش يوصل المترو في وقته ولا الكار في وقته ولا كذا، فهمتني؟ يعني برشا اخلالات في النقل غير عاديه. ان شاء الله نعملوا فهمتي باش تحسن الوضعيه، وان شاء الله فهمتي تتقدوا وتتنحى الحكايه هذيا نتاع الروتار نتاع وسائل النقل، وكلنا زاده مربوطين ببعضنا. يلزمنا زاده نحن نحافظوا على وسائل النقل فهمتي ونحترموها، مش نطلعوا نكسروا فهمت وندزوا بعضنا وما نخلصوش التساكر والرسكيو، هذا كله باش يرجع بالضرر على وزاره النقل فهمتني. وان شاء الله ربي يصلح الامور وكا هو. ترى انه نجم نغيروا، بما انه فما برشا روتار في الخدمه، نجم نغيروا توقيت العمل مع المحافظه على انه سير وسائل النقل العادي. معناها المواطنين ما عادش مثلا، فما المواطنين الموظفين اللي يمشوا 8، احنا نحولوا لهم توقيتهم 10، او هكا عندنا حيز من الوقت باش تنجم تمشي. يعني هو يخدم 8، يعني يلزمه 8 يكون غادي، هو الخدمه صباح فهمتني. تبدل له التوقيت مثلا؟ ما تنجمش تبدل له التوقيت بتاعه ما يتبدلش، هو يلزم فهمتني وزاره النقل تعمل استراتيجيه فهمتني باش يوصل الترونسبور في وقته، يبدا منظم في وقته في وقته، مش يعني 8 يجي 8 وربع ولا 8 ونص ولا كل ساعه باش يجي كار ولا كذا. هذه امور وزارة النقل يلزمها تعرف كيفاش تسير فهمتي المترو ولا الكار ولا اللي هو من وسيلة نقل في وقتها. يلزم النظام في التوقيت، هذا هو الأساس، خاطر ما نجمش المواطن كيف نقولوا يخدم 8 يمشي 10 ولا يمشي 11 ولا نبدلوا له وقته، هكاك ما تجيش الحكاية فهمت. يلزم وزارة النقل تكفل تتصلح روحها وتكفل بتسليح الأوقات نتاع المتروات ولا الكيران، يلزمها تكون تجي في وقتها باش المواطن يلقى روحه في وقته ويوصل مرتاح في خدمته وكذا فهمتني، وكيك تسهل الامور على الناس الكل فهمتني. اي حتى شفنا زاد حتى رئيس الجمهوريه وقت اللي زار نتاع باب سعدون تقريبا حافلات كلها معطله، احنا ما نصلحوش تفسد نطيش. هذاك كل تابع الفساد اللي صار قبل، هو سي قيس سعيد ان شاء الله ربي يعاونه فهمتني باش يقد البلاد ويكمل يطوره، تو ماشي في النسق صحيح ان شاء الله ربي معاه ربي ينصره فهمتني، على خاطر يعني شاف الخور ومازال فما برشا حاجات ما شفناهاش فهمتني، دوسيات قدم كدسه ان شاء الله ربي يسهل تتحل الدوسيات وفهمتي تتصلح الامور وكذا ونقصوا من الفساد فهمتني في كل الميادين باش قدرة ربي باش تتصلح البلاد وتمشي على احسن ما يرام ان شاء الله. موجوده ازمه النقل في تونس بارتو فهمني، الا الشيمينو معناتها فيها رحمه شويه فهمني. بالنسبه للمتروات والنقل النقل الجامعي هذاك موجودين اما شنو ديما معبين في وقت الذروه معناتها الصباح وفي نص النهار وفي العشيه مخر فهمني وقت المرواح هذاك يبداو معبين. بالنسبه للكيران هذاك ما تحكيش، انا بالنسبه نسكن في رادس الشط فهمني، كل 3-4 سوايع تجي كار، كل 3-4 سوايع تجي كار فهمني، وساعه ساعه تعدى ما غير واحد خلاص فهمني ما يقفلكش في المحطة، تبدا تستنى في المحطة ما يقفلكش. علاش ما فهمتش علاش؟ أنا قلت لك أي يا أخي أنا قلت للشركة باش ما تعملش خلاصة فهمني. بالنسبة لل الواحد حتى كيران زاد شيرة حي التضامن وشيرة كشيرات هذيك دي تران جديد أنت اللي عاملينه بتاع الشيمينو الحي اللي اسمه سيدي حسين وياك بالحجر وكذا واحد وعباد ما تخلصش وهذا واحد، فما شوية من المواطن لازم المواطن يخلص ويعرف كذا، وزاد المواطن يقول لك اخويا انا كي نخلص تذكره ب 500 فرنك ولا اللي هو ولا بدينار ولا 700 ولا اللي هو فهمني، لازم نلقى بلاصه فهمني. ساعه ساعه تبدا الكار معبي ما عادش تنجم تهز عبيد ويبدا يقفل المحطه ويحب يعبي يضرب ربع ساعه بالخاص الصباح، يضرب ربع ساعه هو يقف خاطر الباب ما حبش يتسكر فهمني. فما زاد مش وفره زاد نتاع الشيمينو كيف كيف فهمني، يتعدى ساعه ساعه حتى عادي ساعه ساعه يقف يقول لك لا الباب ما تسكرش. يا اخي شملي فيك انا الباب ما تسكرش كذا، انا ماشي نخدم السبعه نتاع العشيه فهمني، لازمني السبعه نتاع العشيه في وسط الخدمه عارف ما يرحمنيش فهمني. كما انت زاد يعرف يقول لك جي السته السته، انا زاد السبعه السبعه فهمني. عاد فما شويه من المواطن وشويه من الخدامه وشويه من الدوله بيدها، دوله لازمها توفر زاد الواحد
وسائل النقل كلها بصفة عامة فهمني، والخدام زاد الواحد كيف الشوفور كذا الخلاص كذا لازم يخدم خدمته فهمني. تو انت يا ولا هنا واحد فهمني في التران خلوا واحد معناتها كان في الستات ضارب له 3 كيلومتر ماشي 3 كيلومتر جاي وقعد يستنى وجا ربي يطلعني وكذا والحاكم تو معاه فهمني، خلوا له تهبط عيب